انا في مقام امك دلوقتي. نجيت لك حته عروسه يا همام، هتفضل باقي عمرك فاكرها لي مش ناسيها. يعني ايه جبتلي ايه يا صالحه؟ يا بنت انا مربيكي. ما دام هتضحكي واسنانك بانت يبقى اكيد مغرز. مغرز؟ وانا ارضالك غير بالمؤدبه بنت الناس؟ مؤدبه بنت الناس وايه تاني؟ كملي. وعوره ورجل واحده وثلاث يدين وخلقه ترضيكي. كلها خلقه ربنا. اطمن، وغلاوتك عندي عروسه براس واحده ورجلين ويدين وزي الفل. فيكي بركه. وليها شعر؟ باه، خضلي غوله يا صالحه. لا يعني شعرها طويل وحلو. مبسوط؟ مبروك يا همام. كان لك فين ده كله يا همام؟ ابوك يحلم ومرتك تفسر الحلم وانت ترضى. ها هتسرح من دلوقتي؟ بكره تشوفها بعينيك. شايفها في عينيك انت يا بنت عمي، شايفها في عينيك انت. رايح فين؟ داخل الاوضه. والله ما تلمسني الا بعد ما تدخل على العروسه الجديده. مبروك يا ولد عمي. كمل سهرك يا شيخ سلام، مستني الفجر. وانت نزلت ليه؟ نروح نصلوا سوا. ومال نصلي؟ اوعى تقلق يا همام، ربك شايف كل حي ومطلع. منام بالله يا شيخ سلام، ابوك حكم وصالحه نجت لي وحدي، وانا راجل كبير لسه هقول يا حريم ويا عيال. قول يا رب وتجوز وما تخافش. مال الجواز؟ هيقولوا حلو. متى اجي اجوزك انت؟ اتجوز ليه؟ انا حبيبي في كل حته، كل دقيقه اشوفه ويشوفني، ابص لي يبص لي، اتكلم كلمني. تعرف يا همام؟ نعم يا شيخ سلام. الساعة اللي قبل الفجر دي أحلى ساعة في اليوم كله. حبيبي هيبقى قريب مني قوي. حبيبي ساكن في الحشد، أمشيله على رجلي وهو على خدي مشى. طب وانت شايف ايه يا شيخ سلام؟ اتجوز يا همام، شم ريحة الورد. هو في احلى من ريحة الورد؟ ايوه. حاضر حاضر، انا جاي اهو. يلا يا همام، حبيبي هينادم علي. طول نتوضى ونروحول. عملت ايه؟ صالحة اختارت يا ابوي.
مين؟ وادي اليمن بنت عمر ابو غالب همام. هاي دي اللي امها تخينة ولها جناب. معرفش يا ابو. صالحة بنت اخوي هي اللي نقت. يا بابا المهم تكون بتخلف ولود تجيب لك الواد. قوم قوم لما ولاد عمك وقعد في الطشت سبح وتنقط. سبح وتنقط ايه يا ابوي؟ حرام عليك، نروح اجيبها من سكات وخلاص. كيف مش حارس تسبح وتتنقط يا ابوي؟ صل على النبي، نخلي الحاجات دي للعيال الصغيره. انا عندي 60 سنه. ايه كل شوي تقول لي عندي 60 سنه. 60 سنه وانا عندي 80. ولا عاوز اتجوز اتجوز دلوقت اقدر ولا لا؟ تقدر يا ابوي تقدر. الذرية الصالحة إن شاء الله. يلا يا شمش. مبروك يا ولد أبوي، اجعلها عتبة خضرة مروية ويعطيك ما يحرمك. عاوزة حاجة يا صالحة؟ عاوزة سلامتك يا شمش. ألف مبروك، يلا يا شمش. مع السلامة، مبروك يا أخوي. أنا مشيت فضة وأختها والبيت رايق، ما فيش غيري، مش هطلع حس. عايزنا نروح عند اخويا روح. لا خليك. قاعد جاري ليه؟ مستنى زغرت لك؟ امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تدخل لعروستك. هدخل دلوقتي؟ امال هتدخل متى؟ حاضر. انا اذنك يا ساره. من غير اذن، خش.